بودكاست صوت. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أن علي الزيبق المصري تحول إلى ثور بقرنين وحوافر، فأخذه عذرة الساحر وباعه لرجل تاجر. وكان التاجر يريد أن يذبح الثور لتأكل زوجته من لحمه، فجاءه بجزار إلى البيت ورأى علي الموت بعينه. يبدو أن هذه هي نهايتي، ولكن قيده انكسر وطار فجأة في السماء، لأن ابنة الساحر قمر طلبت إحضاره فجاء، وكانت قد أعجبت به لما بلغها من أخباره، ورأت ما يمتلكه من شجاعة وشدة عزمه وإصراره. أعده إلى هيئته يا أبي. لكن عذرة انتبه لذلك وحوله إلى كلب، فأخذه إلى المدينة، فقرر علي الهروب من ذلك الكرب، ثم احتمى في دكان حداد لما تحاملت عليه الكلاب، فأخذه الحداد إلى بيته، فعرفت بنت الحداد أنه رجل مصاب، هو رجل مسحور على هيئتك، فعرضت عليه أن تخلصه مقابل أن يزوجها، فصرخت خادمتها التي علمتها السحر بعد أن أفشت السر، واشترطت الخادمة على علي أن يزوجها ويزوج بنت الحداد، فوافق علي على ذلك فأعادته إلى هيئة العباد. ارجع إلى صورتك البشرية. وبينما هم يتحادثون طرق أحدهم الباب، فوجدوا الطارق قمر وقد أسلمت للواحد التواب، وتبرأت من عمل أبيها وقتلته. لقد قتلته في نومه. وجاءت بخاتمه وقدمت بدلتها لعلي، تريد أن تصبح زوجته. وما الذي دفعك على كل ذلك؟ عندما سحر أبي علي وحوله إلى كلب، ثم أكلنا وشربنا وخلدنا إلى النوم، رأيت في المنام قائلا: أسلمي وتوبي إلى الله قبل فوات الأوان. ورأيته يشير إلى قبر مفتوح فيه نار مشتعلة، فاستيقظت من النوم مذعورة وأسلمت. وعندما ذهبت إلى أبي وأيقظته، عرضت عليه التوبة والإسلام، فأبى وغضب وأراد أن يسحرني ويسجنني عنده، فسبقته إلى سيف معلق على الجدار وضربت عنقه. خيرا فعلتي، هوني عليك يا قمر. والآن أريد أن أتمم ديني بزوج شهم يحفظني ويعلمني شعائر هذا الدين. لكن أنا لا مكان في قلبي لامرأة غير زينب، ولكن أعدك أن أزوجك بمن هو خير مني. ثم أخذ علي الأمتعة وقال للحداد: أرجو أن تسمح لقمر بالبقاء عندك ريثما أنتهي من هذا الأمر وأرسل في طلبكم. ثم خرج علي مبتهجا واتجه إلى قاعة حسن شومان ومعه الأمتعة، فإذا بشاب حلواني وضع يده على كتفه. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يعد للناس ضمير ولا وازع، وصاروا يغشون المسلمين ولا تأخذهم بهم رحمة ولا شفقة. يا سيدي، سألتك بالله أن تذوق هذه الحلاوة، فترى هل غشني الذي باعها لي؟ فأخذ علي الزيبق منه قطعة وأكلها، فإذا فيها البنج، فخر في مكانه. ثم أخذ الحلواني منه البدلة والصينية والمجوهرات ووضعها في صندوق تحت عربة الحلوى، ثم أزال التنكر عن وجهه، فإذا هو أحمد اللقيط. هذه ثاني مرة أحتال عليك فيها ولم تقدر علي بعد. ثم دفع العربة وسار إلى حال سبيله، تا
تاركا علي خلفه ملقا على الأرض. فمر أحمد اللقيط في طريقه إلى البيت بسوق من الأسواق، فأوقفه جندي من حرس السوق. تعال تعال أيها الحلواني، تعال تعال. فخشي أن يشك به الجندي فتوقف وفتح عربة الحلوى. أي أنواع الحلوى تشتهي يا سيدي؟ أريد حلوى بالسمسم. ثم أعطاه أحمد اللقيط منها، فقضم الجندي منها قضمة. هذه الحلوى مغشوشة. ثم أخرج الجندي من جيبه حلوى. جرب هذه الحلوى، لقد اشتريتها بالأمس من دكان أبي عيسى الحلواني، أريد حلوى في مثل جودتها. فأخذها أحمد وأكل منها، وإذا فيها البنج، فأغمي عليه، فوضعه الجندي في صندوق العربة وسار بها. وأما علي الزيبق فوجده بعض رجال أحمد الدنف في الطريق فعرفوه، ثم شمموه مضاد البنج حتى يفيق. أفق أفق أيها الشاطر علي، ماذا جرى لك؟ فاستيقظ علي مذعورا وحاول النهوض على قدميه، لكن أثر البنج لم يزل عنه. الحلواني، البدلة، أين اللقيط؟ آخ يا رأسي ولكن أثر البنج غلبه فسقط أرضا. يبدو أن سحر عذرة أفقده عقله. فحملوه إلى قاعة أحمد الدنف، ولما أفاق علي وجد الدنف علي ورجاله جالسين حوله. يا علي، ماذا جرى لك يا علي؟ وهل حصلت على البدلة؟ أجل، ولكن اللقيط أخذها مني. ثم حكى لهم جميع ما جرى له. هذا جزاء ما فعلته بشيخ الكتاب عند صغرك في مصر. ها قد سلط الله عليك صبيا شقيا لينتقم للشيخ منك. صدقت يا معلمي. يا لها من مفارقة. لا تشغل بالك الآن، خذ قسطا من الراحة أولا، وسنجد حلا لاسترجاع البدلة في الغد. معك حق يا معلمي، فقد أتعبتني مواجهة عذر السحر. أخبرنا أيها المقدم، ماذا فعل علي بشيخ الكتاب؟ حضروا لنا الطعام وسأخبركم. الطعام جاهز أيها المقدم، سأقدمه في الحال. لقد كان والد علي الزيبق شريكي في الشطارة قبل حسن شومان، فلما مات تعهدت بالتكفل بابنه، لكن أمه لم ترد له أن يتربى على طرق الشطارة والفتوة كأبيه، فأخذته إلى بيت أبيها القاضي ليتربى بين يدي جده ويصبح قاضيا متعلما مثله. ولكن الشطارة والفتوة كانتا تسريان في عروق علي الزيبق، فحالما كبر وصار يلعب مع الصبيان في الشارع حتى بدأ يضرب صغار الفتوات ويتغلب عليهم، وصار الكبير والصغير يخاف منه رغم صغر سنه. فلما بلغ ذلك إلى أمه خافت. إذا تركته على هذه الحال فسيتحول إلى فتوة. يجب أن أبعثه إلى الكتاب، لعل الشيخ يؤدبه، ولعل محبة كتاب الله وطلب العلم تقع في قلبه. فذهبت به إلى الكتاب وقدمته للشيخ وأجزلت له العطاء وأوصته بعلي خيرا. سأضعه نصب عيني يا سيدتي وأهتم بتعليمه خصيصا. يبدو أن هذا المكان ممل جدا، والأولاد يدرسون فيه طوال اليوم ولا يلعبون. علي، أريدك أن تكون أنجب الطلاب، أتفهم؟ حاضر يا أمي. وكان علي يحب أمه كثيرا، فصبر نفسه على ملل الكتاب واجتهد في الدراسة حتى أحبه الطلاب واجتمعوا حوله، وصار الشيخ يعتمد عليه في عمل الكتاب، بل وفي قضاء حوائج بيته. وفي يوم من الأيام أرسله ليشتري الخضار واللحم لبيته. آه،
بارك الله فيك يا علي، لقد انبهرت زوجتي باختيارك للحم والخضار في المرة الماضية، وأوصتني ألا أبعث غيرك بعد اليوم. أنت فعلا ولد مميز. فذهب علي إلى السوق وقد اغتم مما يطلبه منه شيخه. هذا جزاء صبري واجتهادي؟ أن أصبح خادماً عند هذا الشيخ وزوجته؟ يجب أن أجد حلاً لأجعله يتوقف عن استخدامي. ثم ذهب إلى بيت الشيخ دون أن يشتري الحوائج، ودق على الباب وتظاهر بالبكاء. ما بك يا فتى؟ ماذا جرى؟ النجدة يا سيدتي، النجدة يا سيدتي، إن سيدي الشيخ في خطر. يا ويلي، ماذا جرى له؟ لقد أراد شيخنا أن يعاقب أحد الأولاد لأنه تأخر، فضربه بالعصي على يديه، ولكن الضربة جاءت في عينه فأفسدتها، ثم فر الولد وأخبر أباه، فجاء الأب وعشيرته وضربوا الشيخ وأخذوه إلى القاضي الذي حبسه. يا ويلي على زوجي، ماذا فعل؟ قبحه الله. ثم غطت رأسها وخرجت من البيت متجهة إلى ديوان القاضي. وأما علي فعاد إلى الكتاب فسأله الشيخ عن حوائج البيت. لقد أخذتها لدارك يا سيدي، ولكنني رأيت أمرا منكرا اهتز له بدني. ويحك، ماذا رأيت؟ عندما أخذت الحوائج إلى البيت وجدت سيدتي جالسة مع رجل غريب، يأكلان الطعام ويشربان الشراب ويتسامران ويضحكان. فغضب الشيخ وفار الدم في عروقه وخرج مسرعا، فصادف زوجته في السوق فأمسكا ببعضهما. أيها اللعين، ألا تخاف الله في أولاد الناس وهم أمانة عندك؟ أيتها الفاجرة، أتخونينني في غيابي وتسامرين الرجال الغرباء؟ خسئت أيها الوغد يا عديم الرحمة. بل أنت الفاجرة عديمة الأمانة. فاجتمع الناس عليهما وفرقوا بينهما، ثم أخذوهما إلى مقدم السوق التي كانوا فيها، فحكى كل واحد منهما حكايته. يبدو أن هناك من أراد زرع الخصام بينكما، فلو كان ما قيل لك عن زوجك صحيحا لما وجدته يمشي حرا في السوق. وأنت يا شيخ، فإن الذي لفق لك تهمة مثل هذه لابد وقد لفق تهمة زوجتك أيضا، أليس كذلك؟ ثم أصلح المقدم بينهما وعادا إلى البيت. ولكن من الذي أخبرك يا دلال أنني قد سجنت؟ ذلك الولد الذي طلبت منك أن تبعثه لشراء اللحم والخضار. ماذا تقولين؟ هو أيضا الذي كذب علي بشأنك. يا له من شيطان شقي. سأمسك به غدا في الكتاب وأجعله يدفع ثمن أفعاله. أما علي الزيبق فإنه خاف من العقاب وعاد إلى أمه يتباكى. يا أمي، لا أريد العودة لهذا الكتاب بعد الآن، فإن شيخنا لا يفقه شيئا من الحديث ويخطئ في القرآن، يجب أن تجد لي كتابا آخر. يبدو أنه أذنب ذنبا ويريد تفادي العقاب. هون عليك، سأجد لك حلا في الصباح. وفي اليوم التالي أخذته وذهبت به إلى شيخه. إن ابنك هذا شيطان رجيم ومحتال لئيم. أرجوك أيها الشيخ الكريم أن تصبر عليه وتعامله كولدك. خذ هذه الدنانير هدية ولتسامحه، فهو صغير لا يفطن ما يفعل. ففرح الشيخ بالمال وقبل أن يعيد علي إلى حلقته، ولكنه ظل مضمرا الشر للصغير، وعزم على أن يفتعل سببا ليضربه جزاء ما فعله. فلما انتهى الدرس في المساء صرف الشيخ عليا قبل الآخرين وحدث طلابه. أيها الطلاب،
إذا رأيتموني أعطس غدا فصفقوا ولا تنطقوا بكلمة، ومن قال منكم يرحمك الله ولم يصفق ضربته بالعصا 50 ضربة. وأمرهم أن يكتموا الأمر عن علي، ولكن الأولاد كانوا يحبونه فأرسلوا إليه ينبهونه بمكيدة الشيخ. يجب ألا أدع له سبيلا علي. وفي اليوم التالي جاء الشيخ ومعه وردة مليئة بالطلع، فشمها وبدأ يعطس، لكن علي أفسد خطته. يا دلال، كلما عطست قام علي قبل الأولاد كلهم وبدأ يصفق ثم يضحك في وجهي، وظل اليوم كله يصفق، فلم أستطع أن أعاقبه. ماذا أفعل الآن؟ والله لئن لم تجد سبيلاً لمعاقبة هذا الولد الشقي لتكونن أغبى شيخ في مصر. دعني أخبرك بما عليك فعله. وفي اليوم التالي نادى الشيخ علياً وأعطاه 3 دراهم. اذهب إلى السوق واشتري لي بعض وإن لم تأتني بها ضربتك بالعصا. ولكن يا شيخي أنا لا أفهم. أسرع، هيا هيا. فخرج علي إلى السوق متحيرا حتى خطرت له فكرة، فاشترى بالدرهم الأول خوخا حلوا، وبالثاني أزهار ياسمين، وبالثالث حبوبا من القمح، ثم جعل يبحث في الأرض حتى وجد جحر عقرب فوضع له الحب، ثم أخرجه من جحره ووضعه في سلة وفوقه الياسمين وعليها الخوخ، وذهب إلى الشيخ. لقد جئتك بما طلبته يا شيخي. ها؟ حقا؟ كيف فعلت ذلك؟ ماذا اشتريت في هذه السلة؟ أغمض عينيك أولا ثم مد يدك إلى السلة، تجد ما طلبت. يا لحلاوة هذه الخوخة، مثل السكر. هذا الله الله الله، يا لها من رائحة زكية، من أين أتيت بها يا علي؟ وهذا إصبعي عقرب، وهذا الآخ يدي أيها اللعين. ثم رمى علي السلة وهرب. أما الشيخ فوقع على الأرض من السم، وصار كالحمار المصروع يرفس بقدميه، وكالدجاجة المذبوحة يرفرف بذراعيه. فاجتمع عليه الطلاب، منهم من يصيح ويبكي، ومنهم من يضحك ويتندر في همس. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.